تفضل. حصة انت ما راح تقعدين مع اولادك في رمضان، راح تكونين مشغولة لا ان شاء الله فترة الصبح يعني والظهر كلها وياهم ان شاء الله. يعني هو بالعكس الميزة بالبرنامج انه يعني اخر الليل يعني من الوحدة للثنتين، فيعني طول اليوم بس في تقريبا تحضير، في تحضير يعني بس قبلها بكم 3 ساعات، 3 ساعات قبلها او ساعتين. يعني الريال يروح قبل البرنامج بنص ساعه، المره بنص لازم ساعة تطلع قبل ثلاث الفطور ساعات او ساعتين تروح صالون مسكينه يعني تقعد وايد يعني ايه. لا والمصيبه انه دائما الناس اللي تشتغلين معاهم ينسون هالنقطه انه في 3 ساعات تحضير قبل طبعًا. لا تكونين انت بالاستديو، فيعني هذا شويه المذيعه مظلومه فيها. هذا لما يكون في موعد ولا ما في موعد؟ والله شو اللي يفرق؟ لا انت يعني انا ما شفتك موعد قاعد وياك، يعني الصراحه دائما مناضله، قاعد اشوفك تاخذين جميع الادوار. لا امانه يعني بالعكس يعني انت مع نانسي، يعني الصراحه يعني انا ترى